أخبار اليوم. وفي احتفالية الأخبار المساء النهاردة بتوزيع الجوائز الدينية لشهر رمضان واللي حملت أو كانت تحت عنوان تجديد الخطاب الديني، النهاردة كان لنا لقاء مع اثنين من اللي فازوا بالجائزة، ومن المفارقات اللطيفة اللي كانت هم من عيلة واحدة فهنتعرض بيهم النهاردة كده. عبد الرحمن سيد جابر، رحمن سيد جابر، زينب جابر محمد. في البداية حضرتك تكلمنا ايه فكرة ان حضرتك تحل الاسئلة بقى وتبعتها باسم عبد الرحمن، هل يعني مثلا تفعلت بالاسم ولا؟ طبعا، هو دول عيالي وانا لازم اعمل معهم كده، يعني الاطفال دايما بيبقوا مرزعين كده، فحطيت طبعا الاسم على بقول ان الحظ بيبقى كويس مع الطفل، بيبقى اولى من الكبير يعني، فربنا كرمنا يعني الحمد لله رب العالمين. وطبعا حضرتك عمته، حضرتك تكلمنا بقى عن مصداقية الجريدة النهاردة في ان حضرتك بتطلع من نفس العيلة وبرضه تاخدوا الجائزة وتحصلوا عليها. بصراحة يعني انا اساسا كنت بشتري الجريدة كل يوم، جريدة الاخبار المسائية، هي تعتبر جديدة يعني، فانا بصراحة الاخراج بتاعها عجبني، فبقرا فيها في كل المجالات، تعليم وثقافة وفنون وحاجات كتيرة، فبقيت مصرة وبقيت خلاص هواية عندي كل يوم. فما دخل شهر رمضان ولقيت المسابقة الدينية، فيعني برضو دخلت في دماغي قوي ان انا اجاوب، لان بعض الاسئلة كنت عارفاها، وقلت بقى يعني ايه، بصراحة كانت متعة، ثقافة دينية جميلة يعني، فبقيت بصراحة كل يوم سؤال، كل يوم اجاوب واقص كده الكفر بتاع المسابقة، وبقيت مستمتعة بصرف النظر عن ان انا هفوز. انا ما كنتش حاطة في دماغي اي جايزة خالص، بس كنت قلت ثقافة عامة، ثقافة دينية، وايه الحاجة اللي انا عارفها غلط لقيت نفسي ان انا عرفتها صح، وكده من خلال برضو ريسيرش على النت وكده، وجاوبت على 30 سؤال وبعت، وسبحان الله برضو ما كنتش متوقع. اما شفت بعد كده نزول الاسماء عرفت فعلا ان فيها مصداقية وشفافية جدا، يعني لان فعلا يعني انا حاطة كده بعض الاسماء، فما لقيت، لا قلت فعلا فيها كلها مصداقية وشفافية. بصراحة كده كنت عارفة ان اخو حضرتك هيقدم باسم عبد الرحمن. والله احنا حطينا الاطفال يعني ايه، يعني زي ما تقولي تفاؤل، عبد الرحمن، وكان في معانا بدر صغير، حطينا بعض الاسماء، بدينا الاطفال الصغيره عن الكبار، قلنا عمليه تفاؤل مش اكتر. فسبحان الله طلع اسمي وطلع معايا عبد الرحمن، وبصراحه اتفاجئت ولحد دلوقتي مش مصدقه، انا اول مره بفوز في حياتي اي جائزه يعني بشترك فيها، فيعني استمتعت بصراحه، ثقافه دينيه زائد الجائزه، وزائد ان هي فعلا ثبتت ثقه، كل ثقه ومصداقيه بامانه يعني. وحضرتك قالت ان هي كانت بتبحث عن الايات والتفسير عن طريق النت، يا ترى حضرتك كان عندك خلفيه دينيه ولا ساعدك انك تفتح المصحف وتعمل سيرش برضه؟ في رمضان بيبقى الموضوع روحاني شويه وايماني جامد قوي، لان احنا صايمين والحمد لله رب العالمين، يعني حافظين برضو قران كتير، بس يعني برضو بتبقى في اسئله صعبه شويه، بنحاول برضو احنا نسال ونستفيد، والناس تستفيد طبعا من السؤال، ويسالوا الشيوخ والعلماء. الحمد لله رب العالمين، برضو عندنا خلفيه عامه جامده جدا في القران الكريم والدين والاحاديث، الحمد لله رب العالمين. وبيت عبد الرحمن بقى كان دوره ايه؟ طبعا انا سعيده جدا 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 ان ابني فائز من الفائزين طبعا، وانا مش مصدقه ان انا واقفه دلوقتي ومسلمين جايزه باسم ابني، اني سعيده جدا جدا يعني.